السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين. خدوا حبايبي الكرام، من جد لقاءنا معاكم من قناة تربية الأرانب مع أبو نرين. ما تنساش انزل تحت اخبط لايك، فعل زر الجرس، أهم حاجة يا جماعة إنك تشترك في القناة عشان أي فيديو جديد هننزله بإذن الله إنك تفعل الجرس عشان يوصلك أي إشعار به. حلقة النهاردة يا شباب حلقة مهمة جدا جدا جدا. سؤال اتكرر معايا كتير جدا على القناة، امتى القح الارانب يا ابو نرمين؟ عمر التزاوج عند الارانب امتى؟ وهل ارانب البلد والارانب السلالات برضه نفس العمر اللي القح فيه الارانب البلد والارانب السلالات؟ والمفروض يكون وزن الارانب كام؟ المفروض يكون وزن الارانب كام عند التلقين؟ مبدئيا كده يا جماعه، عمر التزاوج عند الارانب 5 شهور، عمر التزاوج عند الارانب 5 شهور، ممكن يقل اسبوع يزيد اسبوع، المهم انه ايه؟ يكمل معاك 5 شهور. الارانب دي يا جماعه ماشي عمرها 5 شهور تمام، وزنها 3 كيلو و600 جرام، وهي عمرها 5 شهور فضل من الله، مواصفات عاليه جدا ما شاء الله، حاجات جميله جدا، حاجه محترمه، ارنبه اوف لاين وما شاء الله، حاجه جميله جدا يا شباب. ديت عمرها 5 شهور بالظبط و4 ايام بالظبط، 5 شهور و4 ايام، وزنها 3 كيلو و600 جرام فضل من الله. ارنبه محمره قبلت التلقيح تمام، انا من قيمه 5 سنوات بحطها للذكر، اول ما كملت 5 شهور ما كانش قبل التلقيح، فالحمد لله النهارده بحصل لقيت الارنبه محمره يا جماعه وقبل التلقيح. الصلاه على النبي اهيت، بسم الله ما شاء الله، حاجه جميله جدا شفنا يا جماعه، حاجه ما شاء الله، حاجه جميله جدا. ريح الارنبه مش طولها يا جماعه، واقسم بالله بكري، اقسم بالله لسه ارنبه كده ما شاء الله محمره اهيت، اهي يا شباب ما شاء الله مبين كده معاكي، ان شاء الله محمره اهي يا جماعه، وهنحطها على الميزان نشوف وزنها كام. تعالى كده يا مدربين، ادي الميزان يا شباب، تعالى كده، تعالى الميزان اهوت اصفار يا شباب، الميزان اصفار، هنحطها على الميزان كده نشوف وزنها كام يا جماعه. 3 كيلو و630 جرام كمان، يعني 3 كيلو و630 جرام، ده وزن محترم جدا، حاجه كويسه جدا، اهم حاجه الارنبه معديه ال 3 كيلو. الناس بقى اللي بتخطئ وتلقح الارنبه على عمر 4 شهور ولا 3 شهور ونص ولا 3 شهور وزن الارنبه 2 كيلو ونص و2 كيلو 600 2 كيلو 700 ما ينفعش، لا يصلح. الارنبه المفروض يكون عمرها 5 شهور وزنه اكتر من 3 كيلو، يعني 3 كيلو في اكتر، ممكن ايه 3 كيلو يمشي تمام يا شباب. هنشيل الارنبه كده ونروح مع بعض نلقحها فين؟ نلقحها من الذكور. الصلاه على النبي اهيت ما شاء الله، حاجه جميله جدا، وزن كويس جدا، الارنبه كبيره ما شاء الله، وطول وريح وحلاوه مش بعد كده يا جماعه، حاجه محترمه جدا، السنان وكل حاجه تمام. يلا بينا يا مهمين، هنا بسم الله ما شاء الله يا جماعه، معانا هنا الذكر، قربينا كده الدوتش ما شاء الله، حاجه جميله جدا شايفينها يا جماعه، حاجه روعه الروعه، بالصلاه على النبي اهو، نحطها كده للذكر كده، شوف هيلقحها ولا يعمل فيها ايه. بنعدلها له الرمه، انا شوف يا جماعه والله الرمه رفع نفسها سنه، ايه رفع نفسها للذكر، ايه يا حبيب يلا يا عمون في ايه؟ اللي انا مثلا قبل التركيب مش عارف الذكر، مش عارف ايش، مش عارف اظبط. طيب امسكي كده، امسكي كده، امسكي كده، نحط له الذكر ايه؟ الذكر دوت نشوف. الذكر ده قالش بيغير شعر يا جماعه، بس المفروض اصلا ما لكحش منه، هو قالش اصلا بيغير شعر. اهو شفتوا يا جماعه؟ جت معايا كده؟ شفت التلقيحه كده جت يا جماعه؟ ما شاء الله لكحها تلقيحه اهي تمام؟ الرنبه بكريه يا شباب لسه ما عندهاش، ارجعوا كده حسوا لسه بكريه ما عندهاش ال الخلفيه بتاعت الترجيح وكده، يعني اول ترجيح لها يا شباب،
تمام. الذكر ده قالش، شوفوا يا شباب الذكر ده قالش عامل ازاي يا جماعه اهو شايفين. انا ممكن ترجعها الاسم ما تمسكش، عشان كده انا اقحها من ذكوره ثاني من ذكر برضو البابي. فيا جماعه الذكر ده قالش ازاي بيغير شعره يا شباب؟ ده ذكر ده قالش، ده بيغير شعر تركحته ديت ما تنفعش. ليه بقى الذكر ما يكون قالش تركحته ديت ما بتبقى اهو شايفين يا جماعه؟ ده قالش بيغير شعره اهو تمام، فده تركحته ما تحسبش. فانا هضطر ان انا ايه اخد الارنبه ديت احطها للذكر الدكش تاني اهو عشان اشوف هيلقحها ولا لا. ذكر دكش تقيل، ده ذكر 5 كيلو ماشي، تقيل على على ظهر الارنبه، فبترفع ما بتبقاش ترفع نفسها كويس. ذكر تقيل على الارنب. طب تعالي كده، تعالي 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 ده هيكسرها، ده هيجيبها يا جماعه اهو. هوب هوب، شفت يا جماعه الكسره دي يا جماعه؟ شفت التركحه ديت؟ دي كده ظبطت، هي كده خارج كمان تلقيح تمام. اللهم صل على سيدنا حبيب النبي. حاجه جميله جدا، ارنبه لسه ملقح واحده دلوقتي يا شباب من الذكر الدوتش تمام، والذكر السيلفر دول بس ملقحها اجباري بقى، كانت محمره بس مش راضيه تقبل التلقيح، لقحتها اجباري، لقحتها اجباري يا شباب. ناخد كمان تلقيحه ولا حاجه. يبقى كده اتفقنا ان عمر التزاوج عند الارانب 5 شهور، عمر التزاوج عند الارانب 5 شهور، المفروض يكون وزن الارنبه 3 كيلو فاكتر، 3 كيلو فاكتر تمام. طب واحد يقول لي يا ابو نرمين انا بسيب الارنبه مع الذكر ليله طول الليل، يعني واحد مثلا بيقول لي يا ابو نرمين ايه انا حاطط الارنبه الذكر ده وسبتها مع الذكر طول الليل، حاططها له ما رضاش يلقحها زي ما انت شفت كده مع الذكر الدش، ما عرفش يلقحها والارنبه قبل التلقيح اساسا، الارنبه اساسا قبل التلقيح، فحطها للذكر والذكر مثلا ما عرفش يلقحها زي الذكر انت شفتيه بدري. فصاحبنا ساب النتايه مع الذكر طول الليل وسابها مع الذكر يوم واثنين، فطبعا يا حبيبي غلط، اكبر غلط، غلط على الام الارنبه وغلط على الذكر. ليه؟ لان الذكر ده ممكن يلقحها تمام، ممكن يلقحها، وحضرتك تيجي بعد كده تجس الارنبه مثلا بعد 10 ايام ولا حاجه، تلاقي مثلا عشرها لسه ما بانش في ايدك، تضطر انك تحط الارنبه للذكر تاني وهي عشر اساسا وانت ما تاخدش بالك تمام. وممكن الذكر ما يلقحش الارنبه برضه، ممكن ما يلقحهاش وانت تفكر ان الذكر لقحها، وتيجي تحسب 30 يوم تلاقي الارنبه برضه ما ولدتش، يبقى كده ما شفتش بعينك الذكر كان لقحها ولا لا، يبقى الافضل تعالى 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 كده من المين. الافضل ان انت تسيب الارنبه مع الذكر 5 دقائق او 10 دقائق بالكتير قوي، يلقحها قدام منك مره او مرتين وترجعها مكانها تاني، مره او مرتين ترجعها ايه مكانها تاني. فمده التلقيح بالنسبه للارانب ماشي بتكون 5 دقائق حبيبي، حس حبيبي بتكون 5 دقائق ماشي، وبتشيل النتائج ترجعها مكانها تاني وتسجل تاريخ التلقيح، وتشيل النتائج ترجعها مكانها وتسجل ايه تاريخ التلقيح. فحبيت ان اوضح الفيديو يا جماعه عشان الناس اللي سالتني يا ابو نرمين عمر التزاوج عند الارنبه والبلدي نفس الطريقه 5 شهور، انا البلدي برضو 5 شهور نفس الطريقه عشان خاطر كل ايه الناس اللي بتسال، ومده التلقيح 5 دقايق او 10 دقايق بالكتير قوي يا شباب. يلا يا حبيبي هات كمان تلقيحه يلا يلا يا بولة يلا
عايزين ناخد كمان تركحه من البابيون، لان اصلا بقى انا بحب الارانب البابيون يا جماعه. عايز اخد كمان تركحه من البابيون. يبقى كده ايه، خدنا تركحتين من البابيون وتركحه من الدكر السيلفر. طبعا دكر السيلفر تحس تركحته مش هتحسب، يعني ما تحسبش علشان خاطر اللي هو ايه يعني اجبنه قالش، دكر قالش شعر. ايه مش عارف هتجيب تاني ولا ايه؟ طب اقول لكم على حاجه يا شباب، عندنا دكر، عندنا دكر اللي هو ايه الشنشله الشاب، تمام؟ دكر شنشله الشاب اللي عارف حطها، دكر شنشله الشاب كده نشوف هل هيلقحها ولا لا. يلا بينا. ده دكر شنشيلا يا جماعه، شاب ما ركعش منه تركها، انا بس لسه بعلمه التلقيح، تمام؟ هو كان في العين الجوانيه ديت ونقلته في العين ايه؟ في العين دي، لسه نقله النهارده، فما تشوف انا هيظبط ولا مش هيظبط؟ شوف هيظبط ولا مش هيظبط؟ ده دكر لسه شاب يا جماعه، بعوله التلقيح ما خدش منه تركها انا بس، تمام؟ الصلاه على النبي، اهوت حاجه ما شاء الله ريح وحاجه جميله جدا، تمام؟ هنحطها له كده اهو. حد بس هيطلع عليه. شوفوا يا جماعه جندس لسه صغير اهبل. شايفين يا جماعه لسه ايه؟ يعني لسه مش يعني بجاي من الجام. تمام لسه ما خدش الخبره. نعدله احنا كده اهو. اهو. نعدله احنا كده. ممكن نجيبها ناخد منه تلقيحه، يبقى كده استفدنا من 3 تلقيحات. ماشي؟ هم تلقيحتين يكفوا، يعني تلقيحتين يا جماعه يكفوا. تمام؟ فأنا قلت برضه إيه أأكد عشان خاطر يعني إيه تستمتعوا بالفيديو وتعرفوا إحنا شغالين إزاي عندنا في الشغل بتاعنا. لسه ذكر صغير اهبل. يلا يا اهبل. شاب ده يا جماعه عمره 5 شهور. تمام؟ يا جماعه مثلا ده عمره 5 شهور. طب تيجي نحطه كده وزنه على الميزان كده شوفوا بس حسوه. الميزان اصفر اهو يا شباب. ماشي حطوا كده على الميزان. 3 كيلو ونص. 3 كيلو ونص يا جماعه على الميزان اهو، ما شاء الله اهو. ايه ده اهو 3 كيلو ونص يا شباب. 3 كيلو 500 وحاجة كمان، ما شاء الله. ده عمره 5 شهور لسه برضه ايه؟ لسه ما ظبطش. حطوا كده البتاع تاني نشوف. يلا يا بوكشي. يا ابني بتعمل ايه؟ يا ابني بتعمل ايه يا ابني؟ يا ابني اهي اهي. خليك كده خليك كده خليك كده يا غالي. ماما أتنى بابا ما علينا. طبعا يا جماعة أهم شيء إن إحنا قلنا السجلات عامل أساسي، السجلات عامل أساسي. وطبعا شرحنا قلنا في بدايه الفيديو عمر التزاوج عند الارانب، عمر التزاوج عند الارانب 5 شهور، 5 شهور عمر التزاوج عند الارانب 5 شهور، والمفروض يكون الوزن 3 كيلو فاكتر. 3 كيلو عمر قد ايه يا حسن؟
خمس شهور صح؟ خمس ايه؟ خمس شهور. عمر التلاتة عندنا يا جماعة خمس شهور وفرض الوزن يكون 3 كيلو فأكتر. وطبعا أهم حاجة يا شباب تكون معانا السجلات تمام، طبعا شاهدين المجال ديت تمام. هنيجي نلزق ورقة زي كده يا جماعة على العلافة بتاعة الأرنبة ديت، وطبعا هنسجلها يا جماعة في العين ديت ماشي. وهنكتب تاريخ التلقيح النهاردة 28/1 28، بس هجري على السنة 28 اهو تلقيح نار 28 29 29 29 29 واحد. على فكرة انا غلطت انك كتبت 28 برضه، دي ملقحها النهارده 29 29 واحد اه، دي برضه متلقحها يا جماعة 29 واحد و 29 واحد تمام. والحمد لله لازم يكون عندك سجلات تسجل بيه الشغل بتاعك. طبعا دي كانت حلقة النهارده، اشكركم لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.